لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أف أم. أخبار الرياضة على الحياة أف أم. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت عن رزنامة المرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، واللي باش تكون فيها مرحلة الإياب من 18 جانفي إلى يوم 8 فيفري القادم، في حين مرحلة البليوف باش تدور من يوم غرة مارس إلى يوم 19 أفريل 2023، بالإضافة لمرحلة تفادي النزول اللي باش تنطلق يوم 11 مارس وباش تتواصل إلى يوم 9 أفريل 2023. في نفس الإطار تم الإعلان عن مواعيد الأدوار الأولى لكأس تونس نسخة المرحوم الهادي شاكر، واللي باش تكون عن نحو التالي: الدور 16 يوم 12 فيفري، تدارك الدور 16 يوم 15 فيفري، الدور الثمن النهائي يوم 19 فيفري، تدارك الدور الثمن النهائي يوم 22 فيفري، الدور الربع النهائي باش يتلعب يوم 26 فيفري، وتدارك الدور الربع النهائي باش يتلعب يوم 5 مارس 2023. نكمل مع كاس تونس لكرة القدم، واليوم تم سحب قرعة الدور التمهيدي الخاص بفرق رابطة الهوات اللي باش تلعب مقابلته نهار لحد 15 جانفي في أهم المواجهات. بالنسبة لفرق جهة القيروان، اتحاد شبيكة باش يواجه بعث بوحجلة، مستقبل سبيخة يلعب ضد ساهم راس الجبل، مستقبل القصرين يستضيف النجم الرياضي العلوي، واتحاد بوسالم في مواجهة نادي حجب العيون. في الرابطة المحترفة الأولى، وبالنسبة لتعيينات حكام المقابلات المؤجلة من مرحلة الذهاب نهار الخميس 12 جانفي 5 متاع العشية في الملعب الأولمبي حماد العقربي برادس، مباراة الكلاسيكو بين الترجي ونجم الساحلي بحضور 24500 متفرج بإدارة الحكم المصري أيمن عمر، واللي باش تكون منقولة مباشرة على قناة الدوري والكأس القطرية. المباراة الثانية باش تدور نهار الجمعة 13 جانفي في ماضي ساعتين في الملعب الأولمبي حماد العقربي برادس، وباش تجمع بين النادي الإفريقي وضيفه اتحاد بن قردان، وباش يزفر الحكم باديس بن صالح. عربيا، وفي كأس الخليج العراق 2023 ولحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، اليوم تلعبوا زوز مقابلات. الإمارات انهزمت أمام الكويت هدف مقابل صفر، والبحرين فوقت على منتخب قطر هدفين مقابل واحد. في كرة السلة، اليوم تلعبت مقابلات الجولة الثانية من مرحلة البليوف، النجم الساحلي انهزم أمام الاتحاد المنستيري في درب الساحل 69-60، النادي الإفريقي تفوق على النجم الراسي 78-59، والزهرة الرياضية ربحت الدالية الرياضية بغرومبيليا 67-59. نواصل مع الباسكيت، ورسميا الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية أعلنت عن تعيين المدرب ابن النادي مروان كشريد لتدريب فريق أكبر كرة السلة بجياسكا إلى نهاية الموسم خلفا للمدرب أحمد الكافي. نذكر أن الشبيبة باش تستهل مشاركتها في مرحلة البلياوت من البطولة من أجل اللعب على تفادي النزول. في الكرة الطائرة، اليوم تم سحب قرعة الدورة الثمن النهائي لكأس تونس، واللي أسفرت عن المواجهة التالية: مستقبل المرسى يواجه النجم الساحلي، الترجي يلعب ضد تألق برج السدرية، بومهل البساتين يستضيف اتحاد قرطاج، نصر الهوارية يواجه اتحاد النقل السباقسي، فتح حمام الغزاز باش يلعب ضد سعيدية سيدي بوسعيد، نادي حمام لنف يواجه النادي السباقسي الأولمبي القليبي مع مولدية بوسالم، نجم حلق الود والكرم يستضيف جمعية اتصالات سباقس. نذكر أن المقابلة هذوما باش يتلعبوا نهار الاربعاء 25 جانفي 2023. نختموا نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية: تساهم الرياضة وتساعد في تعزيز المناعة وتنشيط الذاكرة مع حماية القلب وتحسين قدرة الرئتين، بالإضافة لتقليل فرص الإصابة بعديد الأمراض الصدرية. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة ترابلسي، وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على